نبقى في ذي قار، حيث أغلق مئات من خريجي الكليات والمعاهد في محافظة ذي قار جسر الزيتون وسط مدينة الناصرية في تصعيد احتجاجي للضغط على الجهات الحكومية من أجل الاستجابة إلى مطالبهم بتوفير درجات وظيفية لهم. وأكد المتظاهرون استمرار تظاهراتهم التي انطلقت منذ عدة أشهر حتى الاستجابة إلى مطالبهم، مشيرين إلى أنهم من الخريجين في كليات ومعاهد مختلفة، وقد مضت سنوات عديدة على تخرجهم دون توفير فرص عمل لهم. مكان هذا